فائدة المقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين، وأعبر لكم عن خالص الشكر والتقدير لكل السيدات والسادة الأفاضل الذين يحضرون معنا هذا اليوم في هذا اللقاء الذي تتقاسم فيه أو تنظيم فقراته غرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة مراكش آسفي مؤسسة البنك الشعبي والمركز الجهوي لاستثمار مراكش آسفي وصندوق الضمان المركزي وطبعا المكتب الشريف للفوسفات. شكر وتقدير لأن هذا اليوم الإعلامي في دورته الأولى والذي نتمنى أن يكبر ويصبح محطة سنوية القارة لسبب واحد، وأن أي تقدم وأي ازدهار لا يمكنه إلا أن ينبني على التطور الاقتصادي لأي أمة من الأمم. فالاقتصاد اليوم هو الركيزة الأساسية لكل نهضة أو نمو، وحين نقول الاقتصاد نتحدث طبعا عن محركات هذا الاقتصاد بتنوع مصادره والفاعلين فيه. ولعل اختيار موضوع المقاولة الصغرى والمقاول الذاتي هو في حد ذاته واحد من هذه الركائز التي اعتمدتها الدول المتقدمة اقتصاديا على اعتبار الأدوار الكبيرة التي تلعبه المقاولة الصغرى والمقاول الذاتي في النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل والتماسك الاجتماعي، لدرجة أن هناك من يعتبر أو يصنف المقاولة الصغرى والمقاول الذاتي ضمن العمود الفقري لأي اقتصاد حديث. لكل ذلك نجتمع اليوم من أجل تقديم مجموعة من العروض التي تضم وضع كل من لديه طموح في إحداث مقاولة صغرى أو من لديه حلم الانطلاق من مقاول ذاتي إلى مقاولة صغرى ولما لا إلى مقاولة متوسطة أو كبرى. عروض منها ما هو حكومي رسمي سيقدم ما تخوله الدولة من تدابير تحفيزية لفائدة هذه الفئات دعما للاستثمار وتشغيل الشباب، ومنها ما هو مؤسساتي سيكون فرصة لتبادل الآراء والاستماع لما تتيحه هذه المؤسسات من حوافز وتشجيعات تتعلق بالدعم بأنواعه ومعه المواكبة والتسيير والحماية الاجتماعية والعديد من الشروح التي تمكن من دعم إدماج القطاع غير المهيكل ليصبح قطاعا مهيكلا يستفيد من كل الدعم المقدم للقطاعات المهيكلة. طبعا اللقاء هو أولا وأخيرا فرصة لخلق أجواء النقاش وتوضيح الكثير من الأمور التي تحتاج إلى أكد لقاءات من أجل إزالة الكثير من القضايا ربما الضبابية التي تقف عائقا أمام شباب هذا الوطن لولوج عالم المقاولات الصغرى والذاتية، وهو ما ستجيب عنه بعض العروض التي ستقدم أمامكم. وبعدها مباشرة سنفتح أو سنمر إلى نقاش أسفي صندوق الضمان المركزي، المكتب الشعبي للفوسفات، مكتب التكوين المهني، ممثلي المصالح الخارجية، أصحاب المقاولات والمقاولين الذاتيين، ممثلي المنظمات الغير حكومية، الصحافة الوطنية والمحلية. حضرات السيدات والسادة، إن تأهيل ودعم المقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين تمثل أولوية وطنية تحظى باهتمام مهم من طرف جميع الأطراف بالنظر إلى دورها الواضح في تعزيز مبادرات التشغيل الذاتي وخلق آليات. وجب التذكير على الدور المهم الذي تخص به هذه الشريحة من المقاولات ودورها في التنمية، بحيث أنه من خلال تحليل البيانات المتوفرة تشكل هذه المقاولات 95% من مجموع المقاولات المغربية، ويمثل معظمها مقاولات لا يتعدى رقم معاملاتها 3 ملايين درهم. وبالإضافة إلى الأهمية العددية لهذه المقاولات فإن دورها يتجسد كذلك في قدرتها على خلق مناصب شغل بمعدلات كبيرة وتكلفة رأسمالية قليلة. كما يجب الإشارة إلى نماذج مقاولات بدأت صغيرة لتصبح بفضل العمل الدؤوب وروح التحدي والنجاح لمقاولات كبيرة وطنية. ومن خلال تجربتي بالبنك الشعبي 30 سنة في آسفي تشمل أمثلة لمقاولين بدأوا صغارا واستطاعوا من خلال العزيمة على النجاح وإرادة الصبر والتطور والثقة في النفس والابتكار
أن يصبحوا فئة اقتصادية مهمين بالمدينة. إذن في المستقبل والنجاح ممكن، ولكن كما قال الشاعر أحمد شوقي: وما ليل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. حضارة السيدات والسادة، إن مجموعة البنك الشعبي بوصفها فاعل تاريخي أساسي ومهم في تطوير المجال المقاولاتي، يولي اهتماما خاصا للمقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين. وفي هذا الإطار وضعت مجموعة البنك الشعبي برنامج منبثق عن دراسات وأبحاث ميدانية تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات والتطلعات المتعلقة بالمقاولة الصغرى والمقاول الذاتي، ووضع منتجات وصيغ تمويلية ملائمة لهذه الفئة المهمة في النسيج الاقتصادي الوطني. كما وجب التذكير بالدور الفعال والريادي الذي تؤديها مجموعة البنك الشعبي كمؤسسة مواطنة، دون أن ننسى مؤسسة التوفيق للتمويل الأصغر في خدمة الأنشطة المدرة للدخل ومواكبة تطور حاشيتها، ومؤسسة البنك الشعبي لإنشاء المقاولات بالتشجيع على المبادرة الحرة وعلى خلق المقاولات. وفقنا الله جميعا لما في خير بلادنا ومدينتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شخصيا كاين مجموعة ديال البرامج وطنية اللي تتسهر عليها ماروك بيمو، وتحت الوصاية ديال قدامي مندوب ديال الصناعة والتجارة اللي تنحيي من هذا المنبر، دونك سنحيي لكم الإخوة ديالنا في الصناعة والتجارة اللي هما اللي اهتموا بهذه مجموعة البرامج على الصعيد الوطني: برنامج امتياز، برنامج انطلاق، برنامج استثمار، برنامج لي كونديسيون ديليجيبيليتي، صادير شروط الاستفادة منها، ويحاولوا حتى هما علاش لا يحاولوا يستافدوا من هاد البرامج. دونك نديرو ما حدنا تنهضروا على هاد البرامج ديال المساعدة، لأننا بأمور المساعدة ماشي هي التمويل. واحد المقاول راه تيحتاج مجموعة أنواع ديال المساعدات، من ناحية التكوين لي سوفت سكيلز، التكوين الشخصي، التكوين ديال الماناجمنت، التكوين التقني، مجموعة ديال المسائل في المساطر الإدارية اللي خص يكون على دراية بها واللي تدير الفرق، تدير الفرق بين المقاولين. دونك كاين واحد المجموعة ديال البرامج اللي أنا اختاريت باش ندير لكم حصيلة في الثلاث سنوات الأخيرة. خلاص البرامج الحكومية هي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كاين البرنامج ديال مؤسسة الشرق الأدنى، البرنامج السابق ديال أيام اللي استفدوا حوالي 400 مستفيد، مبادرة ريم على فونداسيون أو سي بي اللي حتى هو كان برنامج ناجح، استفدوا 350 مستفيد. كاين برامج تكوين بدون دعم مالي، من بين أحسن البرامج كاين برامج إنجاز اللي قامت بها إنجاز المغرب مع لاسوسيسيون دي زوركادر دو لو سي بي لينسا والمركز ديال الاستثمار. برنامج إناكتوس اللي تيهم برامج ذات الطابع الاجتماعي، عندها واحد الواقع اقتصادي على الفئة الهشة. كاين دي ستارت اب ويكاند اون فيت بحال الويكا اللي كانت تتهم المقاولات الاجتماعية، وكاين دي موديول كاريمون اللي كانوا تيتعطاو في نيفو ديال لينسا، تكوين حول الإبداع، لأن ما يميز المقاولات الآن هو الإبداع بحكم أن كاينة تنافسية شديدة. كاين هاكاطون اللي سهرت عليه لو سي بي مع مجموعة ديال الشركاء منهم لينسا، لوستي، لوف بي بي تي، لافاك و سيري، اللي استفدوا منه واحد المجموعة ديال هاد البرامج كاملة ما يناهز 70 مشروع. دونك هنا نحاولوا نتحدثوا على التحفيزات اللي لاحظناها في مشاريع القوانين ولا القوانين في 2018-2019. اول تسهيلات هي الغاء رسوم التسجيل في القانون الاساسي. دونك لاحظنا بان مصاريف الانشاء صراحه انخفضت بواحد الوتيره كبيره. تقريبا العرض ديالي بغيت نهضر على الافاق المستقبليه.
هضرنا قبل الحصيلة على البرامج الحكومية والغير حكومية لدعم المقاولات، وهذو كلهم في الغالب برامج اللي كملات. دابا البرامج القادمة بحول الله هي المرحلة الثالثة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اللي غادي تاخذ واحد الحلة جديدة، وغادي تكون ولكن واحد البرنامج جد محفز للمقاولين، سورتو المقاولات الصغرى. كاين ايضا البرنامج اللي ذكرو الممثل ديال الغرفة التجارة والصناعة ديال مؤسسة الشرق الأدنى بخصوص المواكبة والتكوين التقني للمقاولات، اللي سميتو برنامج الروابط. كاين ايضا واحد البرنامج اللي غادي يجي غتسهر عليه البنك الدولي، اللي غادي يهم ايضا، غادي يكون فيه واحد جوج وحدات، وحده لتشجيع الحس المقاولاتي، وحده لتشبيك وتشغيل. غادي يكون ان شاء الله واحد البرنامج شامل، غتكون في واحد التقائيه ديال مجموعه ديال البرامج. صراحه سميتو وما نقدرش نتحدث بزاف بتفصيل على البرامج لان هي في طور المصادقه، ولكن هو غادي يكون برنامج واعد، غادي يسهر على الشق المقاولاتي المركز الجوي للاستثمار بيان سور مع الشركاء والمنظومه المحليه. وصراحه غادي نعطي الفرصه باش غادي نشكر جميع المنظومه المحليه، لان صراحه حنا في اقليم اسفي جد محظوظون، تنشوفوا اقاليم اخرى تنمشيو نخدموا معاهم في هذه المجالات ديال التشغيل الذاتي، ولكن تلاحظ بان مدينه اسفي جد نشيطه في هذا الصدد، وذلك بتواجد واحد المجموعه ديال الاشخاص، لان كل النجاح ديال كل برنامج وكل مشروع هو رهين بالاشخاص والقناعات ديالهم والقابليه ديالهم باش يخدموا هذه المشاريع. تنشكر في نفس المناسبه الناس ديال جروب او سي بي اللي تيخدموا بزاف، هما جد نشيطين وتيخدموا في الخفاء صراحه. وغادي نذكر ايضا واحد التجربه اللي حنا بصدد القيام بها، ولا غادي نخلي الممثل ديال لو سي بي انه يتحدث عليها شخصيا، هي اننا تنحاولوا نطوروا المنظومه المحليه الاقتصاديه المتعلقه بكل نشاط على حده. مثلا بعض المجالات اللي كاين فيها نقص. والمسألة الثانية وبها غادي ندخل النقطة الأخيرة قبل المقترحات، هي ضرورة تطوير الحاضنات. المقاولة الصغرى خصها أن انكوباتور، خصها لانكوباسيون، خصها لاكسيليراسيون، دو فولي. انكوبي لو بورتور دو بروجي مع لونتربريز ديالو، ان بيزنس موديل
qui ne fonctionne pas 2 ans, 3 ans, 4 ans, il doit être revu. مادام المقاول الباقي وباقي عنده الحس المقاولتي وباقي عنده المثابره وباقي عنده الاراده، ربما ان المشروع يجب اعاده النظر فيه، ربما ان ليتيود مارش خصنا نعيدو فيها النظر، ربما ان لا ميثود دو فينونسمون خصنا نعيدو فيها النظر، دونك خصنا نردوه لانكوباتور باش انه يعاود عاوتاني يتقوى ويتم المواكبه ديالو بمواكبه افيك دي زوبليغاسيون دو ريزولتا. ماشي غير كنواكبكم قلت لا، غادي تكون هاد الحاضنه هادي كتواكبوا الى حدود انه ينخرط في منظومه، سواء منظومه ديال الصناعه الكيميائيه، سواء منظومه اخرى من المنظومات اللي كاينين محليا. المساله الثانيه هي الاكسيليراسيون، حنا شفتوا قلت لكم بانه كاين الطلبيات المحليه، وحنا واعيين بانه ما يمكنش الواحد يبقى سبيسياليست ديال الطلبيات المحليه، لان ما كاينش شي واحد كيوصل 4 سنين فعمرو كيبقى في عمرو 4 سنين حتى يموت. سي امبوسيبل، سوا يدوا ايفوليو سوا يدوا ديسباريت زعما. وحنا بغينا هي ايفوليي، دونك بور دو فير ايفوليي اون با سيكو دي اكسيليراتور. لان باش ننقلوا من واحد المستوى ديال الطلبيه المحليه سو فورم بحال البونت كوموند وتردوا للمارشي كما راك عارفوا المقاولات والمقاولين هذا اللونجاج كيكون عنده واحد لوتر نيفو سو يتبع لواحد لوتر نيفو اخر